العالمين سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين، شاب سنه ثالثه طب زعزي، يا رب الامور تكون تمام. هنتكلم النهارده عن موضوع رايق، هو يعتبر تبع المانجمنت، فعشان الناس تبقى مصحصحه، في موضوع عندنا اسمه هيلث ايكونومكس. هيلث ايكونومكس صفحه 26 في المذكره الرابعه، فنصحصح مع بعض كده ونبدا مع بعض فيديو رايق باذن الله ونظبطه على خير. يعني ايه كلمه هيلث ايكونوميك؟ هو كلمه ايكونوميكس بالعربي، نقول بسم الله الرحمن الرحيم الاول، كلمه ايكونوميكس بالعربي يعني ايه؟ الاقتصاد. علم ايه؟ الاقتصاد. يبقى كلمه ايكونوميكس هنبدا باول تعريف، هو معناه علم الاقتصاد. المفروض الايكونوميست هو تبع الايكونوميك، اللي هم الناس بتوع علم الاقتصاد نفسهم، اللي هو علماء الاقتصاد، ايكونوميست. معايا ولا لا؟ ان انا ادخل علم الاقتصاد جوه المجال الطبي ده يعتبر اسمه هيلث ايكونوميكس. الراحه بس، هو ليه بيعلمك اصلا ايكونوميك؟ المفروض الايكونوميك ده تبع المانجمنت. احنا قلنا المانجمنت هو اداره المستشفيات، الجزء الثاني في المانجمنت الكواليتي، وعرفنا يعني ايه كواليتي بلاننج ويعني ايه كواليتي امبروفمنت. طب يا دكتور، الخمس ورقات اللي في المذكره الرابعه اللي هي اخر المذكره الرابعه، احنا بكره باذن الله هننزل فيديوهين صغيرين، واحد على الاكريديتيشن والثاني على الاوديتنج باذن الله، وكده المذكره الرابعه دي تبقى متقفله. سايبين احنا كام ورقه في الفاميلي في المذكره الثالثه، هينزل بقى تكمله الفاميلي بكره باذن الله عشان ندوسهم، ويبقى دخلنا بعد كده على الهيلث سيرفيس اللي هم بداوا ينزلوا المحاضرات بتاعتهم النهارده بالله، عشان الكميه كبيره لحد ما يحددوا لنا الجزء اللي داخل في الميد ونحاول نراجع عليه على قد ما نقدر. تعال الاول يعني ايه كلمه ايكونومكس؟ اكتب كده كلمه ايكونومكس هو الاقتصاد. يعني ايه الاقتصاد يا دكتور؟ قال لك هو ستادي اوف هاو بيبل اند سوسايتي تشوز تو امبلوي ريسورسز يوجوالي السكارز. عدل الكلمه دي معايا بعد اذنك، سكارز، زود حرف السي، سكارز يعني نادر، اند ليميتد ريسورسز يعني ايه؟ بص يا عمنا، انا دلوقتي لو اديتك مثلا على سبيل المثال، لو قلت لك انت بتشرب ازازتين ميه في اليوم، حلو حلو، هي الريسورسز دي افيلابل ولا ليميتد؟ لا افيلابل. لو انا عندي ازازتين ميه كل يوم يبقى دي افيلابل متوفره، لكن لو انا وفرت لك ازازه ميه واحده ساعتها يبقى اسمها ليميتد. ايه يا جماعه؟ ليميتد او سكارز ريسورسز. يعني ايه كلمه ليميتد او سكارز؟ يعني موارد محدوده او نادره. انك تقدر تعدي اليوم بتاعك بالليميتد ريسورسز هو ده الاقتصاد. فما هو الاقتصاد؟ هتعدل التعريف معايا، اكتب كده، اكتبه في ظهر الورقه، ability زي ما انا بكتب اوف بيبل اند سوسايتي يعني قدره الناس والمجتمع تو امبلوي، اكتب التعريف ده زي ما انا بكتبه لك، تو امبلوي مين؟ ريسورسز يوجوالي اللي هي الليميتد او السكارز ريسورس، قدره الناس ان هي تتعامل مع الموارد النادره او المحدوده. معايا ولا لا؟ ده اللي بنسميه مين يا جماعه؟ ده اللي بنسميه ايكونومكس. فما هو الايكونومكس؟ الايكونومكس هو ستادي اوف هاو بيبل، يبقى ابيليتي اوف بيبل. خلي اعدل، بص انا ناقل لك الكتاب تيبيكال لان هو ده اللي احنا مطالبين بيه، بس بالله عليك اي تعديل حمدي بيقول لك عليها عدلها. ابيليتي اوف بيبل تو امبلوي ويز او امبلوي ريسورسز اللي هي غالبا السكارز النادره او الليمتد. فالايكونومكس بيحلل لك الكوست والبنفيت، صرفت قد ايه والعائد اللي جاي ايه. اكتب كده الانبوت والاوت بوت، يعني انا بدرس اللي داخل واللي خارج، الانبوت والاوت بوت، الفلوس اللي هنحطها والفايده اللي راجعه من المشروع. يبقى اكتب التعريف في ظهر الورقه، الايكونومكس هو ايه يا جماعه؟ هو ability of people to ايه؟ to employ with resources، يعني يقدر يتعامل او يستغل الموارد. انهي موارد؟ الموارد المحدوده. باقي الايكونومكس كلام سهل والله، بس الناس تفوق معايا. يبقى ما هو الايكونومكس؟ هو ability of people to employ with، اكتب التعريف زي ما انا بقول لك عليه. طب الايكونوميست اللي هم بتوع علم الاقتصاد، علماء الاقتصاد، علماء الاقتصاد هو بيحاول يجاوب اسئله عن ازاي الناس والاندستري والكونتري يقدر يماكزمايز، يعني يقدر يكتروا البرودكتيفيتي ويخلقوا احسن حاجه كرييت الويلز ومينتين فاينانشال ستابيليتي، ويبقى في استقرار مادي. مش مهم الحته دي، المهم تعريف الايكونومكس في ظهر ورقتك. اكتب التعريف اللي انا كتبته لك، ability of people to او society to employ resources، يعني يقدر يستغل الموارد. انهي موارد؟ الليميتد او السكارز اللي هي الموارد مين؟ النادره. طب يعني ايه هيلث ايكونومكس؟ اكتب كده دخول علم الاقتصاد جوه المجال الطبي. مش انا يا ابني درستك اول محاضره في المانجمنت ها ان انا ازاي ادير المستشفيات؟ حلو، المفروض ان الناس الاداريين اللي بيعرفوا يديروا منشاه طبيه يتعلموا حاجه اسمها هيلث ايكونومكس، فهو فرع من الايكونومكس، هو فرع من علوم الاقتصاد اللي مختص بالافشنسي والافكتفنس والفاليو والبيهيفير ان برودكشن وكونسمشن. برودكشن يعني الانتاج،
والكونسامشن يعني الاستهلاك، فاهم قصده؟ لا انت هتستغل موارد قد ايه وهتنتج لي قد ايه. اوف هيلث اند هيلث كير، هو ده اللي دخل لك كلمه هيلث ايكونومكس، كاننا بندخل كلمه الاقتصاد جوه المجال مين؟ الطبي. يبقى انا عندي اكتب بالله عليك في اتنين ديفينيشن هنا في الايكونوميك، هيجي اعرفك يعني ايه كلمه ايكونوميكس. قلنا الاقتصاد عموما ability of people to employ with ها resources، اللي هي انهي resources؟ بالذات الليميتد والسكارس اللي هي الموارد النادره او المحدوده. يعني الايكونوميكس بيانلايز حاجتين، الكوست والبنفيت، صرفت قد ايه وجاي منها قد ايه، اللي هي الانبوت واللي هي يا جماعه والاوتبوت. طيب بعد كده الدكتور قال لك يعني ايه هيلث ايكونوميكس، هتقول له هو نوع من او برانش من الايكونوميكس مختص بمجموعه من الايشوز زي الافشنسي والافكتفنس والفاليو والبيهيفير، يعني مدى انت صرفت قد ايه واستهلكت قد ايه. الافشنسي الكفاءه، هنعرف الفرق بين الكلمات دي كلها دلوقتي. الافشنسي الافكتفنس الفاليو والبيهيفير سواء في البرودكشن او الكونسامشن اللي له علاقه بالهيلث كير. فالهيلث ايكونوميكس هي امبورتنت كومبوننت اوف هيلث مانجمنت. هندرس اربع اسئله النهارده في الايكونوميكس، يبقى اكتب على الايكونوميكس من فوق عباره عن اتنين ديفينيشن وخمس اسئله نظري. اكتب بالله عليك كده عشان ربنا يسترها عليك، يبقى عباره عن كام ديفينيشن؟ اتنين. وكام سؤال نظري؟ خمسه. طيب تعالى بقى نركز مع بعض. فوق انت لو راجل بتاع علم اقتصاد جوه المجال الطبي المفروض تدرس اربع اسئله. اول سؤال الفور ميجر ميثود فور فاينانسنج هيلث كير، اكتب كده بصرف، كلمه فاينانسنج يعني تمويل الخدمات الطبيه، بصرف على الخدمات الطبيه منين؟ بجيب فلوس على الخدمات الطبيه منين؟ اكتب الكلمه دي. يبقى معنى كلمه ميثودز ايه؟ الفور ميجور ميثودز. هقول لك على حاجه، اول حاجه اكتب كده الضرايب، الضرايب اللي هي تعتبر ايه يا جماعه؟ جفرنمنتال. يبقى كلمه جفرنمنتال فاينانسنج اللي هي الايه يا جماعه؟ فروم ناشونال ها برودكشن او تاكسز او الاويلز، يبقى الحاجات الايه الحكوميه زي الضرايب. يبقى لو جه قال لك انتاج البلد او التاكسز او الكلام ده ناشونال، يبقى دي جفرنمنتال. رقم اتنين ما تكتبش حاجه جنبها، اكتب بس الرسوم يوزر فيز. رقم ثلاثة التأمين الصحي، التأمين الصحي ده بيتكون من كام حاجة؟ ثلاثة. اكتب الأول على كلمة بيشنت الأستاذ محمد، يعني أنا لو عندي الأستاذ محمد ده شغال في البترول فراح مستشفى التيسير، كده يبقى التأمين عبارة عن ثلاثة كومبوننت. المؤمن اللي هو الإنشورة وهو ده اللي بيدفع اللي هو البترول، والهيلث كير بروفايدر اللي هي المستشفى اللي هي التيسير مثلا، ودي بيد باي انشورر. اقسم بالله الايكونوميك برانش عبيط في المانجمنت، فبالله تصحصح معايا. يعني ايه ايكونوميكس؟ اقتصاد ability of people to employ resources اللي هي الليميتد والسكارز ريسورسز. يعني الايكونوميكس انالايز الكوست والبنفيت. اما الهيلث ايكونوميك برانش من الايكونوميكس ريليتد بالافشنسي والافكتفنس والفاليو والبيهيفير سواء في البرودكشن او الكونسامشن اللي لها علاقه بالهيلث والهيلث كير. انا في الهيلث ايكونومكس المفروض ادرس كام حاجه؟ اربع حاجات. اول حاجه او خمس اسئله، مين اللي بيصرف على الخدمات الطبيه؟ يبقى ميجور ميثودز فور فاينانسنج هيلث كير، اول حاجه الجفرنمنتال، رقم اتنين الرسوم، رقم تلاته التامين الصحي اللي بيتكون من تلاته، الانشورر اكتب عليها البترول، الهيلث كير بروفايدر اللي هو مين يا جماعه؟ الهيلث كير بروفايدر اللي هي التيسير. اما الاستاذ محمد البيشنت، قال لك البيشنت بيدفع بريميوم، بريميوم او كو بيمنت، اكتب عليها كده جزء من التكلفه. يعني انا مثلا رحت عملت عمليه دفعت 1000 جنيه وال 9000 هو ب 10 مثلا، ب 10000، ال 10000 الباقي ال 10000 مين اللي دفعهم؟ الانشوره. يبقى الاستاذ محمد والبترول والتيسير دول الثلاثه المكونين. كلمه بريميوم او كو بيمنت يعني جزء منين؟ من التكلفه. طب لو قال لك في شركه سياحيه اتبرعت ب 100000 جنيه لوزاره الصحه، يبقى دي نون جفرنمنتال اورجنايزيشن في صوره دونيشن، دونيشن يعني منحه او تبرع. يبقى تاني اول ورقه فيها اتنين ديفينيشن، يعني ايه ايكونوميك؟ زي ما حمدي قالها لك، هي ability of people to employ او society to employ resources limited with scars، ان انا اعلمك ازاي تستغل الموارد النادره والمحدوده. اما الهيلث ايكونوميك هتقول هو برانش من مين يا جماعه؟ من الايكونوميك، مختص بالافكتفنس والافشنسي والفاليو والبيهيفير سواء في البرودكشن او الكونسامشن اللي لها علاقه بالهيلث اند الهيلث كير. زي ما انا رسمته دايجرام بالظبط، يبقى هو برانش من الايكونوميكس مختص باربع كلمات صح ولا لا؟ والبيهيفير ان برودكشن وكونسامشن في الهيلث، والهيلث مين؟ والهيلث كير. ده كلمه هيلث ايكونوميكس، هيلث ايكونوميكس.
طيب بنصرف على خدمات صحيه منين؟ قلنا جفرنمنتال ونان جفرنمنتال، وقلنا الرسوم وقلنا التامين الصحي، يبقى دول اربعه: جفرنمنتال فاينانسنج من الناشونال برودكشن او التاكسز او الاويل، الحاجات الحكوميه. الفيز هي الرسوم. ايه الفرق بين الضريبه والرسم؟ الضريبه انت بتدفع جزء من جزء خلاص، اما الرسم لا، انت بتدفع فلوس مقابل تقديم ورق، تخليص ورق بتاع، يبقى دي الرسوم. ثم التامين الصحي اللي بيتكون من كام؟ من ثلاثه. ثم نان جفرنمنتال. طب انا عايز اعرف هي وزاره الصحه، بصوا بقى وركزوا في الحته اللي جايه دي، الحتتين دول فيهم سؤالين محترمين، اكتب عليهم ام سي كيو كلهم خلاص. الكرايتيريا فور ايفالويشن يعني ايه يا دكتوره؟ يعني انت دلوقتي قلت لي ان وزاره الصحه احنا قلنا بتلم فلوس للخدمات الصحيه منين؟ من اربعه. مين هم؟ يا اما جفرنمنتال يا نان جفرنمنتال، يا اما يوزر فيز، يا اما الهيلث انشورنس اللي بيتكون من كام حاجه؟ من ثلاثه. طب كرايتيريا فور ايفالويشن وفاينانسنج سيستم يعني ايه؟ ازاي اعرف ان وزاره الصحه ما ايفالويشن يعني ايه؟ تقييم. فاينانسنج سيستم اللي بيصرف ده على خدمات الصحيه، يعني وزاره الصحه بتلم فلوس من اربع مصادر زي ما اتفقنا، ازاي اعرف ان الوزاره بتصرف الفلوس في مكانها؟ انتوا معايا ولا لا؟ بتصرف الفلوس، اكتب الكلمه اللي حمدي كاتبها لك. ازاي اعرف ان الوزاره بتصرف الفلوس في مكانها؟ فاهم؟ كرايتيريا فور ايفالويشن، يعني ازاي اقيم يا ابني الفاينانسنج سيستم؟ قال لك بتقيمه بالايتمز اللي قلنا عليها قبل كده، فاكر الافكتفنس والافشنسي والكواليتي والايكويتي، كل ده اتقال قبل كده، يبقى دول الاربعه كما سبق، زائد السستينابيلتي. طب تعالى نظبطهم تاني. يعني انا دلوقتي وزاره الصحه لو بتنزل دواء، الدواء ده بيجيب نتيجه او تاثير، يبقى كلمه افكتفنس هي التاثير، والافشنسي هي كفاءه استغلال الموارد زي ما قلناها في الفيديوهات اللي فاتت. يعني اول ما تسمع كلمه with minimal resources او best use of resources، ان انا استغل الموارد على اكمل وجه، ده يبقى ساعتها مين؟ الافشنسي. درجه القرب من الستاندرد كل ما توصل للهدف. على فكره انا قلت قبل كده ان كلمه افكتفنس قريبه من كلمه ايه؟ كواليتي. امال السستينابيلتي يعني ايه؟ الاستمراريه. طول ما وزاره الصحه بتنزل الادويه وما فيش انقطاع عن الدواء او الخدمات الصحيه، يبقى معنى كده ان هي بتصرف فلوسها في مكانها. حد فاهم؟ يعني كرايتيريا فور ايفالويشن. يبقى انت في الفاينانسنج سيستم اول حاجه كلمت عن الميثودز فور فاينانسنج ايه؟ هيلث كير. بصرف على الخدمات الصحيه منين؟ رقم اتنين كرايتيريا فور ايفالويشن. قلت لكم قبل كده ايكويتي طبعا يعني العداله. انا قلت لكم قبل كده يعني ايه افكتفنس؟ ابوس ايديك تكتب ورايا، هي اكستنت تو ويتش الاوبجكتيفز ار اتشيفد ان كوريكت مانر. فاكر التعريف؟ طب اقول لك على حاجه عشان خاطر ربنا يسترها، اشطب على السطر الاولاني، لانك هي بيرسنت اوف سكسس، نسبه النجاح. عشان كده قلت لكم هي شبه مين؟ شبه الكواليتي. طب اكتب لي بقى التعريف القديم. التعريف القديم كان بيقول ايه؟ امبارح في الفيديو بتاع امبارح قلنا ان كلمه افكتفنس هي اكستنت تو ويتش الى اي مدى اوبجكتيفز الاهداف اتحققت اتشيفد ان كوريكت ايه؟ مانر. مش فاهم يعني ايه يا دكتوره؟ فاكر لما قلت لك انا لما بنزل دواء بنزله نفسي يجيب تاثير مثلا 100%، هو الدواء جاب 60، جاب 70، جاب 80، ركز معايا، جاب 90، عامله زي حركه مين؟ زي حركه الكواليتي. بص كل ما بص الهدف نقرب منه او يتحقق كل ما يبقى الافكتفنس عالي. فما هو الافكتفنس؟ اكتب وبالله عليك تشطب على السطر الاولاني وتكتب التعريف ده. اكستنت تو ويتش الى اي مدى الاوبجكتيفز ار اتشيف، يعني كل ما الاوبجكتيف نقرب منه فاهم كل ما الافكتفنس يبقى عالي. هي بيرسنت اوف سكسس، شفت الكلمه بتيجي ام سي كيو، نسبه النجاح. يبقى بيرسنت اوف مين؟ سكسس. يبقى ما هي الافكتفنس؟ ها الافكتفنس اكتب كده اكستنت تو ويتش اوبجكتيفز ار اتشيفد. اتشيفد ايه يا جماعه؟ انكوريكت مين؟ انكوريكت مانر. هو ده تعريف مين يا جماعه؟ تعريف الافكتفنس. معايا ولا لا؟ هنا يبقى ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. اكتب كده جنبها دوينج ذا رايت ثينج، انك تعمل الحاجه الصح. ذا رايت مين؟ ثينج. ده معنى كلمه افكتفنس. اما الافشنسي حمدي كتب قبل كده هي بروسيس ذات ريتش ديزايرد اوبجكتيفز وذ مينيمال ريسورسز، يعني انك تبقى محقق لور نمبرز اوف انبوت
عشان توصل لجريتر نمبر اوف اوتبوت. خدناها فين قبل كده؟ برضو خدناها في البرنسبلز او الدايمنشنز بتاعه الكواليتي، وقلنا كلمه افيشنسي ساعتها. فاكر التعريف القديم؟ اكتبه من القديم: بيست يوز اوف ريسورسز تو مينيمايز الكوست، انك تقدر تستغل الموارد على اكمل وجه عشان تقلل التكلفه. ده يبقى اسمها ايه؟ اول ما تسمع كلمه ريسورسز يبقى انت في الافيشنسي. يبقى الافيشنسي ان انا اوصل للديزاير اوبجكتيفز وذ مينيمال مين يا جماعه؟ وذ مينيمال ريسورس، اقل انبوت عشان توصل لجريتست نمبر اوف ايه؟ اوتبوت. اكتب هنا دوينج ها ثينجز رايت، يعني تعمل الحاجه اللي قدامك كويس، ده اللي قدامك. يبقى دوينج ذا رايت ثينج افكتيفنس، تعمل احسن حاجه، لكن تعمل الحاجه اللي قدامك صح اللي متاح. دوينج ثينجز رايت، اما دوينج ذا رايت ثينج از افكتيفنس. طب نكتبها ازاي يا دكتور؟ بروسيس ذات ريتش الاوبجكتيفز وذ مينيمال ريسورسز، لوور او لوست نمبر اوف انبوت تو جريت جريتست نمبر اوف ايه؟ اوتبوت. اما الكواليتي كما سبق، ديجري تو ويتش اوبجكتيفز ار ايه؟ ديجري اوف ادرنس، درجه القرب تو فاكر بري استابليش ذا كرايتيريا اور ستاندرد، كل ما اوصل للهدف اللي انا محدده من قبل كده. امال السستينابيلتي معناها ايه؟ الاستمراريه، يعني دايما افيلابل بغض النظر عن التغيرات في الاوتسايد انفايرومنت، في حروب، في بتاع. يعني بيقول لك يعني مثلا وزاره الصحه السعوديه مثلا هي بتلم فلوس من الضرايب او من الفيز او من كام، تقدر منين تقيمها؟ يبقى بالله عليك في ظهر ورقتك الافكتيفنس هو ديجري تو ويتش اوبجكتيفز ار اتشيفد ان كوركت مانر، هو بيرسنت اوف سكسس، هو دوينج ذا رايت ثينج. اما الافيشنسي بروسيس تو ريتش ديزايرد اوبجكتيفز وذ مينيمال ريسورسز، يعني دوينج ثينجز رايت. اما الكواليتي ديجري اوف ادرنس تو، معلش عشان الورق ده نزلته بسرعه فتلاقي بعض التنسيقات، السطر مش عارف الكلمه متاكله، اظبط بس معايا، مفيش حاجه متشاله من الكتاب، سواء الكتاب رخم وبنساه كله مره واحده، فمعلش. ديجري اوف ادرنس تو بريست، بريست يعني بريستابلش، بري اللي كاتبينها قبل كده بري استابليشد مين كرايتيريا. سستينابيلتي معناها ان السفيشنت ريسورسز تبقى افيلابل على طول بغض النظر عن التغيرات اللي بتحصل في البيئه اللي حواليك. واخر حاجه معناها الايكوتي. الايكوتي يعني ايه؟ ان البيبل يقدروا يستغلوا كلمه اوتلايز الهيلث كير ها وقت ما يحتاجوها. الايكوتي لها شكلين، يا اما ايكوتي في الفلوس وايكوتي في التوزيع. اكتب كده يعني ايه ايكوتي ان فاينانس. لو جت ام سي كيو يبقى اكوردنج تو ابيليتي تو بي، يعني انا لو وزير صحه وعايز ابقى محترم وانت تقدر تقيمني كويس، لو انا جيب دواء غالي مثلا جيت رحت منزله على الشؤون الاجتماعيه للناس الايه الفقيره، يبقى انا كده في اكوردنج تو ابيليتي تو بي اللي هو على حسب قدرتهم ان هم يدفعوا. يبقى دي اسمها عداله في الفلوس، يعني البور بي مينيمم فيز يدفعوا رسوم اقل، ولكن الريتش بي لارجر فيز. محدش بقى يقول لي ايه كده انت ظلمت الاغنياء، لا، هو قصده ان الدواء اصلا غالي، فانا زي ما انزله غالي عادي للناس اللي تقدر تشتريه، هاجي انزله مثلا على الشؤون الاجتماعيه، هنزله على التامين، هنزله بثمن اقل للناس اللي هي الايه؟ الفقراء. حد فاهمني ولا لا؟ طب يعني ايه ايكوتي ان ديليفري؟ من كلمه ديليفري معناها ان الهيلث كير ديستريبيوتد ها ايكوالي اكوردنج تو نيد، زود الكلمه دي، نوت اكوردنج تو ابيليتي تو بي، يعني مش هم قادرين يدفعوا ولا لا، المهم لو هم محتاجينها يبقى اكورد، يبقى دي اسمها ايكوتي ان مين ديليفري. يبقى انا عندي كام ايكوتي؟ اثنين. يبقى بالله عليكم ركز كده معايا تاني، اول ما جينا اتكلمنا عشان الامور تبقى ماشيه مظبوط، عيد معايا بسرعه، يعني ايه كلمه ايكونومكس؟ ايكونومكس هو علم الاقتصاد، وعلم الاقتصاد بيعلمني ability of people to employ resources people or society، ان هو يقدر يستغل الموارد سواء الليميتد او السكيرز ريسورسز. وكلمه سكيرز يعني ايه؟ نادره. رقم اثنين، سيبك من الايكونومست بيحاول يجاوب على اسئله ايه مش مهم، المهم عندي تعريف كلمه مين؟ ايكونومكس. رقم اثنين، هيلث ايكونومكس برانش من الايكونومكس مختص بالافشنسي والافكتيفنس والفاليو والبيهيفير سواء في البرودكشن او الكونسومشن. بنصرف على الدواء منين؟ الميثودز اوف فاينانسنج اربعه، يا جفرنمنتال يا فيز يا انشورنس اللي بيتكون من ثلاثه يا نون جفرنمنتال. طب نقيم ازاي؟ خمسه كما سبق، الافكتيفنس ديجري تو ويتش اوبجكتيفز ار اتشيف، لان هو 50 مره شرح الافكتيفنس، يبقى انت تثبت تعريف واحد اللي انا شرحته لك دلوقتي وتكتبه في ظهر الورقه. اما الافشنسي تو ريتش الاوبجكتيفز ها وذ مينيمال ريسورسز، باقل مين يا جماعه؟ باقل موارد متاحه. انت معايا ولا لا؟
تمام. اما الكواليتي هي ديجري اوف ايه؟ اوف ادرنس. درجه مين يا جماعه؟ درجه القرب تو كرايتيريا او بري استابليشد كرايتيريا اور ستاندردز. سستينابيلتي معناها ان هي اولوز افيلابل بغض النظر عن التغيرات اللي تحصل في الانفايرومنت. اما الايكويتي زي ما اتفقنا، سواء يعني الناس تقدر تاخد الخدمه وقت ما يحتاجوها، سواء ايكويتي في الفلوس، سواء ايكويتي في توزيع مين؟ الخدمه. طب الحته اللي جايه دي اكتب عليها ام اس كيو، هيلث كوست كلاسيفيكيشن، انواع التكلفه. مش فاهم، يبقى انا في المانجمنت يا بيه زي ما علمتك البلاننج والتنفيذ والتقييم والمونيتورنج والسوبرفيجن والكواليتي، بعدها بعلمك ايكونومكس. ايه يعني ايه هيلث كوست كلاسيفيكيشن؟ انا لو عندي مصنع، ركز معايا، ايه انواع التكلفه؟ سيبك من المصنع، مصنع دواء مثلا، سيبك من المصنع ده بيطلع مكاسب ولا لا. انا كصاحب مصنع ملزوم بالتكلفه ازاي؟ ايه انواع التكلفه؟ عارف الاجور، اكتب على اول جمله الاجور والمرتبات، يعني الويجز والسالري. طب ما دي كوست. واحد يقول لك طب ما المصنع بيكسب، انا ماليش دعوه بمكسبه دلوقتي. انا بقول لك لو انا عندي منشاه طبيه، ايه هيلث كوست كلاسيفيكيشن؟ ايه انواع التكلفه؟ اللي بص، الاجور والمرتبات بنسميها ايه يا جماعه؟ قال لك بنسميها فيكسد، لانها حاجه ثابته كل شهر. رقم اتنين، بص، اثناء الشغل اسمها دايركت او لا اسم تاني اوبريشنال. اكتب الكلمه دي او مكتوبه جنبها. يعني ايه اوبريشنال؟ الحاجات اللي بستغلها بقى جوه الشغل، سواء دراجز، الموارد، سبلايز، الايجار، البترول اللي بستخدمه للالات، الصيانه، الكهرباء، الميه. يبقى دي عشان كده سموها اوبريشنال، فدي بيسموها دايركت. فالدايركت اكتب كده اثناء مين؟ الشغل. يبقى الفيكسد اجور ثابته، مرتبات ثابته، الدايركت اوبريشنال يعني اثناء الشغل، يقصد ده الدراجز. يبقى لو جت ام اس كيو الدراجز والسبلايز اكتب عليها المواد الخام. معلش قلت لك تنسيق دي مذكره ضعيف شويه، بس المره الجايه المذكره الجايه هتبقى احسن باذن الله. نحاول نلم الدنيا على قد ما نقدر. شفت الكتاب اصلا محشور ازاي؟ ده سبحان من يخلينا نقدر نعمله في صوره ايتمز كده عشان تبقى واضحه معانا. وقلت لك في كل ايتم هي كلمه هو بيدور عليها. كابيتال يعني ايه؟ اكتب عليها اصول ثابته. مش فاهم يا دكتور. يعني بص يا ابني، المصنع نفسه، المبنى والالات، كلمه اصول ثابته لها اسم تاني، ديورابل اسيتس. يبقى لو جت ام اس كيو كلمه اوبريشنال يقصد بيها الدايركت. لكن كلمه ديورابل اسيتس يعني ايه؟ كلمه ديورابل اسيتس اللي هي الاصول الثابته، اي حاجه انتفاعك فيها اكتر من سنه. يعني يا دكتوره، عارف المصنع يا ابني كمبنى، عارف الالات اللي جوه المصنع دي كلها اسمها كابيتال، اصول ثابته، انا بصرفها مره وما بصرفش تاني. لكن الصيانه، كهرباء، بترول، معايا ولا لا؟ رنتس، ايجار، ده كله اسمه دايركت. معايا ولا لا؟ عشان كده يقولوا ايه؟ يقولوا اول نوعين اكتب عليهم كده بيسموهم ريكارنت. ريكارنت لانهم مستمرين. اما الديورابل يقصد بيها البيلدينج ويقصد بيها الاكويبمنتس، بالذات الاوند نوت رنتد. لكن لو في ايجار بندخله تبع مين؟ الدايركت. انت فاهم حاجه ولا؟ لكن لو انا المبنى ده ملكي، ها يعني انت مثلا فاتح مصنع، تعال نرسمها رسمه بسرعه عشان الامور تبقى ماشيه مظبوط. بالله عليكو انا عايزك تبقى برنس. يبقى تاني الايكونومكس جزء سهل، عرفتك يعني ايه كلمه ايكونومكس ويعني ايه كلمه هيلث ايكونومكس. صرفنا على الخدمات الطبيه من كام مصدر؟ اربعه. وقيمناهم عن طريق كام حاجه؟ خمسه. قيمناهم عن طريق الكواليتي، فاكر ولا لا؟ والافكتفنس والايكويتي والافشنسي، زائد واحده زياده اللي هي السستينابيلتي، يعني دايما متوفره الخدمات، دايما متوفره. انت لو عندك مصنع بسرعه كده، لو عندك مصنع، المصنع دوت المبنى نفسه بتاعه اهو، المبنى نفسه اسمه يا جماعه؟ اسمه كابيتال. الالات اللي موجوده اسمها كابيتال. لكن الكهرباء والبنزين والميه والدراجز والسبلايز اسمها دايركت، والاجور والمرتبات اسمها فيكسد. ارسمها رسمه كروكي زي ما انا رسمتها. الفيكسد والدايركت يقال عليهم الاثنين ريكارنت. يعني ايه ريكارنت؟ يعني مستمر. انت معايا ولا لا؟ تمام. بص بقى، طب لو انا عايز اقيمك، بص التكنيكس ثلاثة. ايكونوميك ايفالويشن، انا عايز دلوقتي مصنع دواء وانا صاحبه، بس انا مأجر او مخلي مدير واحد، مدير ماسك المصنع ده، فانا عايز اعرف هل التكلفة اللي بتتصرف بتيجي بفايدة ولا لا؟ عشان كده عملوا ثلاثة تكنيكس للايكونوميك ايفالويشن، ودخلت كل كلمة منهم هو ايه؟ بيقول لك هو نوع من الايكونوميك اناليسيس. عارف كلمة ايكونوميك اناليسيس يعني ايه؟ تحليل اقتصادي. شوف الكلمة متكررة اهي، هو نوع من انواع الايكونوميك ايه؟
انالز. ايوه يا دكتور، عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان علم الاقتصاد بيعلمك حاجه اسمها، بقول لكم ايه، سهله جدا اهي، كوست افكتيفنس. هي الكوست يعني ايه؟ التكلفه. والافكتيفنس هو التاثير، تاثير الدواء نفسه. او اكتب كده كلمه افكتيفنس تساوي اوت كم، الناتج. انا صرفت قد ايه والناتج جاي قد ايه. طب الكوست اوتيليتي، يبقى الاختلاف هنا في كلمه ايه؟ اوتيليتي. اكتب على الاوتيليتي القدره. طب وبعد كده كوست بينيفيت، والبينيفيت هي الفايده. الفايده بس في صوره ايه؟ اكتب كده في صوره فلوس. مش فاهم. بيقول لك احنا بنعمل ثلاث معادلات. الثلاث معادلات نقدر نعمل ايفالويشن، تقييم الخدمات الصحيه. هل الخدمات الصحيه او الفلوس اللي انا صرفتها جد فايده ولا لا؟ هو اول نوع. بقول لك ايه؟ في ثانيه، كوست افكتيفنس بيعملوا يا جماعه ريشيو. ريشيو اهي يعني نسبه، يحط فوق مين؟ التكلفه، وتحت الافكتيفنس. الافكتيفنس يعني ايه؟ الناتج. الدواء ده جاب نتيجه قد ايه؟ انا قلت لك ديجري تو ويتش او اكستنت تو ويتش اوبجكتيفز ار اتشيفد ولا لا؟ تاثير الدواء او الناتج او الاوت كم، الدواء نفسه جاب تاثير قد ايه؟ فهمت يعني ايه كلمه كوست افكتيفنس؟ تمام. فقال لك ايه؟ يبقى هي رشو ولا مش رشو؟ رشو. البسط بتاعها بيعبر عنه مين؟ الكوست. طب والمقام بيعبر عنها مين؟ الافكتيفنس اللي هي تساوي ايه؟ اوت كم. عشان كده لما جه عرف الكوست افكتيفنس قال ايه؟ قال لك ان الكوست افكتيفنس هو نوع من انواع الايكونوميك اناليز. اكتب عليها كده التحليل الاقتصادي، اللي بيقيم حاجتين، الكوست والاوت كم. فاهمني ولا لا؟ اوف ان انترفينشن ار ايفالويتد. معلش قلت لك الكلام متقطع شويه، بس امشي معايا واحده واحده كده هتلاقي الدنيا مظبوطه. يبقى هو نوع. والله لان انا كنت مضغوط عايز انزل لكم لو اعرف ان انتوا كلكم هتنزلوا لحد، مشكلة ان انا نزلت لكم المذكره السبت، فكان فيها شويه لخبطه لحد ما الكتاب يتظبط. فاهمني ولا لا؟ لكن انا المشكله ان انا سالت النهارده لقيت كلكم نزلتوا النهارده. لو كنت سبتوني اديتوني فرصه كنت ظبطت لكم اكتر. المهم اقرا كده معايا، هو نوع من انواع الايكونوميك اناليز، يعني هو نوع من انواع التحليل الاقتصادي. بقيم فيه حاجتين، بقيم الكوست والاوت كم. عشان كده بيسموها كوست افكتيفنس لاي انترفينشن. وكلمه انترفينشن يعني دواء، فاكسين، ار ايفالويتد. يبقى انت اكتب كده هو نوع من انواع الايكونوميك اناليز، حيث ان الكوست والاوت كم اللي هي الريزلت، اللي هي البينيفيت، اللي هي الهيلث جين، المكسب الصحي. وفي ان انترفينشن ار ايفالويتد بنعبر عنها بحاجه اسمها يا جماعه كوست افكتيفنس ريشيو. ايه الكوست افكتيفنس ريشيو دي؟ قال لك الكوست افكتيفنس ريشيو البسط بتاعها بيعبر عن الكوست، التكلفه بتاعه الانترفينشن. ولكن المقام هو اليونت اوف اوت. ايه يا جماعه؟ اوف اوت كم. قشطه، مع الصوت ده ملوش لازمه. يبقى النيوميريتور بيعبر عن الكوست، ولكن الدينومينيتور بيعبر عن مين؟ عن الاوت كم. ده مين يا جماعه؟ ده تعريف الكوست افكتيفنس ريشيو. يبقى تاني، بسم الله الرحمن الرحيم، نستهدى بالله كده ونقول لا اله الا الله. يبقى في ثلاثه تكنيكس عندنا بنقدر نعمل منهم ايكونوميك ايفالويشن. اول تكنيك اسمه كوست افكتيفنس، والافكتيفنس هي الريزلت، هي البينيفيت، هي الهيلث جين. مش مهم، انت كل اللي هتقوله ان انا بقيم حاجتين، الكوست والاوت كم. الكوست والاوت كم، البسط بتاعك هو الكوست، والمقام هو الاوت كم او الافكتيفنس. طب اسالكم سؤال، استنى، في حاجه في الطب اسمها كالي. كالي يعني دلوقتي اقرا كده، الكوست اوتيليتي هو نوع من انواع الايكونوميك اناليسيس، حيث ان، مش مهم الكلمه دي، حيث ان الكوست بتاعت البروجرام اس كومبيرد تو ايه يا جماعه؟ تو هيلث امبروفمنت. الدواء ده جاب نتيجه ولا ما جابش؟ جاب. انا بقى بقارن، اعلم على الكلمتين دول بعد اذنك، بقارن الكوست بتاعت اي بروجرام للهيلث امبروفمنت بقى، لتحسين الحاله الصحيه نفسها. بمعنى في حاجه اسمها الكوست على الكالي. ايه الكالي ده؟ لايف ييرز في اوتيليتي. يا دكتور كلمه اوتيليتي يعني القدره. بصلي، احنا قلنا افكتيفنس هو تاثير مين؟ تاثير الدواء. بص يا جماعه، لو عندي مجموع شخص عاش 50 سنه، قدرته كان عنده مرض، المرض دوت احنا نزلنا له دواء، الدواء ده خلى الراجل يعرف يعيش بقدره مش ما عادش 100%، يعني عاش بقدره مثلا 80%. هو انا لما اضرب، اسمع مني 50 سنه اللي هو عدد السنين اللي هو ايه؟ عاشها، وانا نزلت له الدواء اداله قدره كام؟ 80%. لما تضرب ال 80% في ال 50 سنه يطلع ب 40 سنه. فكان الراجل اللي عاش 50 سنه بقدره 80% كانه عاش 40 سنه بيرفكت. انا بقى بقارن الكوست بالكالي.
يعني خلاص انا خدت تاثير الدواء ده شفته اثر على الناس بنسبه كام. فما هو الكالي؟ الكالي هو عدد السنين اللي انت عشتها في الاوتيليتي. يعني مثلا انا عشت 60 سنه يا جماعه بقدره 50%، عندي كان عندي عجز وانت نزلتني دواء، فالدواء ده خلاني اعيش بقدره كام؟ 50. كده يبقى انا كاني عشت 30 سنه بيرفكت. فكلمه كالي هي عباره عن كواليتي، اختصار كالي كواليتي ادجستد لايف يير، معناها ايه؟ معناها عدد السنين اللي انت عشتها. اكتب كده، عدد السنين اللي انت عشتها بيرفكت وانت تعبان. نعم ايوه، ما هو لو عدد السنين اللي انت عشتها وانت برنس يبقى بتساوي عدد السنين اللي انت عشتها. يعني افرض انا عشت 100 سنه برنس، يبقى الكالي بتاعتي ب 100 سنه، لان القدره بتاعتي 100%. لكن لو انا عشت 100 سنه بقدره 50، كاني عشت 50 مجموعهم، يعني لما تضربهم في بعض يطلعوا 50 سنه، كاني عشت 50 سنه بيرفكت. هو بقى بيحسب ايه؟ هو نوع من انواع الايكونوميك اناليز. اشطب على كلمه انكريمنتال دي، حيث ان الكوست اوف ذا بروجرام فروم بارتيكولار بوينت اوف فيو، التكلفه، مش مهم كلمه فروم بارتيكولار بوينت اوف فيو، التكلفه از كومبيرد تو، بالله عليك تعلم على الكلمتين دول، الكوست والهيلث امبروفمنت. طب تحسين الحاله الصحيه بنعبر عنها بكلمه كالي. وما هي الكالي؟ هي عدد السنين في القدره. يبقى انا بقسم مين على مين؟ كوست على كالي. طب لو قسمت كوست على افكتيفنس، يبقى اللي هو التحليل الاولاني اللي هو اسمه كوست يا جماعه افكتيفنس. على ما اظن الكلام ماشي رايق لحد الان. طب ايه الكوست بينفيت؟ صرفت قد ايه وطلع لي مكسب قد ايه في صوره فلوس. يبقى الكوست بينفيت هي كومبير الكوست بالبينفيت، بس الاثنين اكسبريست ان مونيتري، وكلمه مونيتري يونتس يعني في وحدات نقديه في صوره عملات. بس دي بقى بعكس، بشوف المكسب على التكلفه مش العكس. يعني هنا بص بصل بصل بصل، اكتب كوست على افكتيفنس از كوست افكتيفنس. هتقولها ازاي؟ نوع من انواع الكوست انالز او ايكونوميك انالز، حيث ان الكوست والاوت كم ار كومبيرد. يبقى كلمه افكتيفنس هنا تساوي اوت ايه؟ اوت كم. طب الكوست اوتيليتي زي ما انا بكتب برضو، هتقول كوست على كالي. وما هي الكوست على الكالي؟ هو نوع من انواع الايكونوميك انالز، بقارن بيه حاجتين مع بعض. ايه هما الحاجتين اللي بقارنهم؟ الكوست وعلاقتها بمين يا جماعه؟ ها؟ بالهيلث امبروفمنت. يبقى الكالي هي الهيلث امبروفمنت. ابوس ايديك زي ما بكتب تكتب. يبقى الكالي مع الهيلث يا جماعه امبروفمنت. والهيلث امبروفمنت عباره عن ايه؟ عباره عن عدد السنين اللي هي الكالي، يعني عدد السنين في مين؟ في الاوتيليتي القدره. امال الثالثه هي كوست على مين؟ لا هي بنفيت على كوست. بقارن الاثنين ببعض، بس الاثنين في صوره ايه؟ مونيتري يونتس، فلوس. جالي فلوس قد ايه مكسب؟ على فلوس قد ايه صرفتها؟ مكسب على الفلوس اللي ايه؟ اللي صرفتها. بص لي كده، احنا اول حاجه اتكلمنا عليها من الاول خالص يعني ايه ايكونومكس؟ بسرعه، ability of people to employ resources، انهي resources؟ الليمتد والسكارس. طب الايكونوميست مش مهم. اما الهيلث ايكونومكس برانش من الايكونوميك بيتكلم في الافشنسي، كفاءه استغلال المواد. To reach objectives with minimal resources. ابوس ايديك اذا ذكرت resources ذكر الافشنسي. والافكتيفنس degree to which objectives are achieved in correct manner. والفاليو والبيهيفير بدرس كل حاجه، بيصرفوا قد ايه؟ بيستهلكوا قد ايه؟ بينتجوا قد ايه؟ كونسمشن وبرودكشن في الهيلث والهيلث كير. الميثودز اربعه والايفالويشن خمسه وانواع الكوست ثلاثه، اثنين بنسميهم ريكرنت واحده بنسميها كابيتال. ثلاث طرق بنقدر نقيم بيهم اللي هو التكنيكس. طب ازاي احكم على تاثير دواء؟ ايه هي الانديكيتورز؟ كلمه انديكيتورز عشان لما نيجي ندرس الاكريتيتيشن بكره اللي هو الاعتماد نعرف يعني ايه مؤشرات. ايه المؤشرات يا جماعه اللي تقول لنا الدواء جاب نتيجه ولا لا؟ انديكيتورز، اكتب كده انديكيتورز، بتقول لك الدواء جاب نتيجه ولا لا. مش انت اهو الكوست افكتيفنس، مش انت لسه قايل لي الكوست افكتيفنس؟ انا برسم علاقه بين التكلفه والتاثير عشان ما اطولش عليكم. تاثير الدواء احكم عليه بنين؟ اكيد 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 نقص الايه؟ الموربيديتي. ونقص الموربيديتي يعني نقص، اكتب كده، انتشار المرض، اللي هو نقص الانسلنس والبريفلنس. الانسلنس يا جماعه يعني عدد الحالات الجديده، هناخدهم في اخر برانش عندنا اللي هو الفيتال انديسز في الديموجرافي والحاجات اللي هي فين؟ في اخر حاجه في الكتاب.
باذن الله. عايزين بس نعدي المد على اكمل واجب الله عليكم. قلنا الجزء المد هنوقف شرح ونراجع الكميه اللي داخله في المد على اكمل وجه. يبقى ما هو الموربيديتي ريدكشن؟ هو نقص الانسلانسومين والبريفلنس. وبيقول لك طب افرض الدواء ده استنى قدر يقلل الانسلانس عدد الحدوث نسبه الحالات الجديده والبريفلنس كله جديد وايه وقديم. لو دي انديكيتور ولا مش انديكيتور؟ طبعا ما هو كلمه بص السؤال امبورتنت انديكيتورز تو ميجر كوست افكتفنس. انت دلوقتي كنت بترسم علاقه بين التكلفه والتاثير، هتعرف تاثير الدواء منين؟ لو قدر يقلل الموربيديتي او قدر يقلل الدايز اوف ديسابيليتي. يعني افرض الدواء بص الدواء ما قدرش يقلل المرض نفسه، يبقى على الاقل يقلل اكتب كده عدد الايام او السنين اللي انت عشتها بايه؟ بديسابيليتي اعاقه. يعني مثلا المرض ده كان المفروض يعيشك اعاقه 10 سنين، الدواء اللي انا نزلته قدر يقلل حاجه اسمها دالي دي جميله جدا، هنعرفها زي الكالي كده، بس بيقيسها على ايه؟ تاثير المرض. هو المرض حاجه من اتنين يا جماعه، المرض يا اما هيموتك، المرض يا اما هيموتك بنسميها واي ال ال يير اوف لايف لوست، يا اما هيعيشك بعجز اسمها يير اوف لايف وذ ديسابيليتي. خليك الاول في اليير اوف لايف وذ ديسابيليتي. يبقى الدواء لو قدر يقلل الانسلنس ويقلل البريفلنس او يقلل الواي ال دي، اكتب على الكلمه دي واي ال دي اللي هي ييرز وذ ديس ايه اوف لايف وذ ديسابيليتي. مش فاهم يا دكتور يا ابني؟ الدواء ده لو قدر يقلل نسبه حدوث المرض او الانتشار يبقى الدواء ده محترم. طب افرض ما قدرش يقلل حدوثه، المرض اوريدي موجود، يبقى على الاقل يقلل لك الايام اللي انت هتعيش فيها ديسابلد، ايام الاعاقه. يا اما يقلل المورتاليتي، فاهمني ولا لا؟ اشطب على الكلام ده كله. يبقى الدواء يا يقلل الموربيديتي يا يقلل المورتاليتي. انا قلت لك انا ناقل لك المذكره تيبيكال زي الكتاب، تصلح اللي انا بقول لك عليه وبس وتكتب ورايا. يبقى لو قدر يقلل الموربيديتي، لو قدر يقلل المورتاليتي، او لو قدر يقلل الدالي. هسالك سؤال، انت خدت الكالي من شويه، احنا قلنا الكالي بيساوي ايه؟ الكالي بيساوي عدد السنين في القدره. طب هقول لك على حاجه، هو انا دلوقتي بالراحه لو في مرض زي التي بي او الكانسر، اي بص تاثير المرض على البني ادم، تاثير المرض حاجتين واي ال ال واي ال دي، دول بنسميهم دالي. يبقى الدالي دوت تاثير مين؟ دايز بص ديسابيليتي ادجستد لايف يير، عكس كلمه كالي. يعني ايه واي ال ال؟ يير اكتبوا ورايا، يير اوف لايف لوست. يعني ايه يا دكتوره يير اوف لايف لوست؟ يعني انا مثلا يا جماعه جالي مرض موتني عند 40 سنه، وانا اللايف اكسبكتنسي اللي هو متوسط الاعمار في البلد 60، يبقى انا خسرت كام؟ 20 سنه. دي بنسميها يير اوف لايف لوست، يعني عدد السنين انت خسرتها بسبب ان في مرض جالك. طب لو المرض ده عايشك 10 سنين عاجز، انا لسه مسميها ايه؟ يير اوف لايف وذ ديسابيليتي. هسالك سؤال، لو انا قدرت انزل لك دواء يخلي ال 10 سنين دول 3 سنين، يبقى جاب نتيجه ولا ما جابش؟ جاب، اللي هي يير اوف لايف وذ ديس ايه؟ ابيليتي. طب استنى، لو اديتك دواء خلاك تعيش لحد 50، يبقى انت خسرت 10 مش 20. يبقى لو الواي ال ال قلت او الواي ال دي قلت، يبقى الدواء جاب نتيجه، الاثنين مجموعهم يساوي ايه؟ دالي. اذا لو الدواء قدر يقلل الدالي، انت معايا ولا ايه؟ هي مجموعه، بص هي مجموعه الواي ال ال اللي هي يير اوف لايف لوست، خسرت قد ايه؟ يا جماعه انت مت عندك 40، طب لو اديتك دواء عايشك لحد 50، يبقى انت خسرت 10 بس من ال 60. واحد يقول لي طب بنعرف ال 60 ازاي؟ متوسط الاعمار حاجه هنعرفها كده في الديموجرافي اسمها لايف اكسبكتنسي. معايا ولا لا؟ طب لو قدر يقلل عدد السنين اللي فيها عجز، يبقى الواي اللي ايه؟ اللي دي الايكونومي بيعشقوه. عشان خاطري بغض النظر عن كل الحاجات اللي فات دي ممكن تجي لك ام سي كيو، عايز اعرفك طيب ايه الانديكيتورز بسرعه عشان السؤالين دول بيعشقوهم. ايه اسباب ارتفاع تكلفه الدواء وازاي نقلل تكلفه الدواء؟ دي اسئله محترمه، ما احنا بنتكلم في ايكونومي، يبقى لازم تبقى فاهم الكلمات دي كلها. طب ايه السكسس ستوريز فور هايلي كوست افكتيف بابليك هيلث اكتيفيتي؟ يعني ايه يا دكتوره؟ يعني بالله تصحصح معايا كده عشان ربنا يسترها عليك. ايه اهم؟ احنا قلنا ايه الانديكيتورز بسرعه؟ يا الانديكيتورز يا نقص الموربيديتي، يا نقص المورتاليتي، يا نقص الدالي. الموربيديتي اللي هو الانسلنس والبريفلنس، يا اما على الاقل يقلل الواي ال دي، اكتب كده دي واي ال دي اللي هي عدد السنين اللي فيها عجز. ولو قدر الدواء يقلل الوفيات يبقى برنس، واشطب على السطرين دول مالهمش لازمه. لو قدر الدواء يقلل الواي ال ال والواي ال دي، ما هم الاثنين مع بعض اللي هو الدالي، يبقى الدواء ده جاب نتيجه. يبقى اكتب كده في جنب نقص، اكتب كده نقص الموربيديتي اللي هي الانسلنس والبريفلنس والواي ال دي،
يا نقص المورتاليتي يا نقص الدالي. دي الانديكيتورز اللي اقدر احكم بيها ان الدواء ده جاب نتيجه ولا ما جابش. بيقول لك ايه؟ ايه اهم اكتيفيتيز، انشطه، بص هايلي كوست افكتيف. عارف يعني ايه الكلمه على بعضها؟ مش معناها تكلفتها عاليه. خمس ست كلمات تفهمهم، اكتر خمس ست حاجات في البلد، بص اكتب كده، تكلفتها قليله وتاثيرها عالي. مين اهم حاجه؟ اهم حاجه على الاطلاق الوحدات الصحيه، البرايمري هيلث كير. طبعا ام سي كيو حتى بيقول لك ايه؟ البرايمري هيلث كير از كوست افكتيف، يعني حاجه تعتبر تكلفتها قليله جدا. او انت بتروح تصرف حاجه في الوحدات الصحيه؟ لا طبعا، فاهمني؟ ورغم ذلك بيطعمك بوليو وبيديك خدمات صحيه وبيتابع النمو بتاع الطفل ويعمل متابعه حمل للستات، وده نعرفها في الهيلث سيرفيس في البرانش اللي هي ايه اللي هيجي لنا باذن الله. بعد هو خلاص نزلوا اصلا محاضراته النهارده، فعشان خاطر العلم كانوا قالوا ان المد اول ثلاث اسابيع، فانا اشتغل على اول ثلاث اسابيع واقفل لك الكميه كلها، وبعد كده نشوف بقى هم ناويين يمتحنوا على ايه. استهدى بالله كده وقول لا اله الا الله. يبقى بالعقل كده، ايه اهم خمس اكتيفيتيز؟ فهمت يعني ايه كلمه هايلي كوست افكتيف؟ يعني تعتبر تكلفتها قليله وتاثيرها عالي في البلد. البرايمري هيلث كير اللي هي الوحدات الايه؟ الصحيه. رقم اثنين الاميونايزيشن، ام سي كيو، التطعيم بالذات في اول خمس سنين من حاجات الكوست ايه؟ افكتيف. رقم ثلاثه التثقيف الصحي اللي هو الهيلث اديوكيشن اللي بنقدمه للناس. تساوي الجمله الرابعه البروجرامز، لما نعمل برامج انتي سموكينج، انتي الكحول، اللي هي الحملات التوعيه يا جماعه، الهيلث اديوكيشن زي الفاميلي بلاننج والنيوتريشن والاتش اي في بريفنشن، وبعد كده السكول، خدمات المدارس، وازاي نعمل سكريننج، وازاي نعمل اميونايزيشن، واخر حاجه الهيد هيلمتس اللي هي الخوذه. الخوذه دي بتمنع الكومبليكيشن اوف اكسنت. يبقى ست حاجات، خد لي الوحده الصحيه مع التطعيمات ماشي، وخد الهيلث اديوكيشن مع البروجرامز مع السكول، واخر حاجه عندنا مين؟ يبقى اثنين. اكتب كده اثنين ثلاثه واحد. الاثنين مين؟ هيبقى البرايمري هيلث كير اللي هي الوحدات الايه؟ الصحيه، هناخدها مع التطعيمات، الاميونايزيشن دي الحاجات الهاي كوست افكتيف في البلد، الهيلث اديوكيشن مع البروجرامز مع السكول اللي هي خدمات المدارس، بنعملهم سكريننج بنديهم تطعيمات، ده هنعرفها برضو في الهيلث مين؟ سيرفيس. واخر حاجه الهيد لوحدها هيد مين؟ هيد هيلمتس. اخر حاجه بنتكلم عنها ابوس ايديكم ورب الكعبه، امتحان اخر السنه بالذات لما يجي لك نظري هيجي لك سؤالين محترمين، اللي هو ايه يا جماعه؟ بص اكتب كده اسباب ارتفاع تكلفه الدواء. اجمل حاجه تكلفه مين؟ الدواء. اجمل حاجه ان اقسم بربي الموضوع سهل جدا بس الناس تفهم. بص لي اسباب ارتفاع تكلفه الدواء وازاي، اكتب كده نعمل كوست كونتينمنت، وكلمه كوست كونتينمنت ازاي نقلل التكلفه. اجمل حاجه ان انت لو فهمت السؤال اللي فوق هتعكسه، دول 10 ايتم دول 10 ايتم. بص يا عم هو بيحكي لك اسباب ارتفاع تكلفه مين؟ الدوله. على الدوله ولا على المواطن؟ على الاثنين. لان الدوله اسمع بس مني، لو تكلفه الخدمه الطبيه زادت هتكلفه عليها هتزيد، فبالتالي على المواطن هتزيد. طب انا هسالكوا سؤال، بص السؤال ده نعتبره ايه؟ سؤال المصنع. يعني ايه سؤال المصنع؟ لو انا كدوله عندي مصنع ادويه، اسمع بس، ليه الدواء اللي بيطلع غالي؟ المصنع ده بيطلع ايه؟ بيطلع ايه؟ بيطلع دواء لمين؟ للناس، عشان يعالج ايه؟ المرض. لازم السكيما دي تتكتب ورايا. المصنع ده بيطلع ايه؟ دواء لمين؟ للناس، عشان يعالج ايه؟ المرض. المصنع ده جواه حاجتين، دكاتره ومين يا جماعه؟ والات. ركز بقى، وفي جمله بره المصنع اسمها التامين الصحي. عايز تقول يا عم حمدي؟ اسباب الدوله بتشتكي بتقول لك ليه التكلفه بقت عاليه. هسالكوا سؤال، اول حاجه بالنسبه للمرض، هسالكوا سؤال، هو معظم الامراض اليومين دول كرونيك يعني ايه؟ دايابيتس، هايبر، مين تكلفته بتبقى اعلى على الدوله؟ الامراض الكرونيك ولا الاكيوت؟ ركز بس، الدوله بتشتكي فبتقول لك اسباب ارتفاع تكلفه الدواء. انا لو عندي مصنع، المصنع ده بيطلع ايه؟ دواء. انا هضرب لك عيب في المرض وعيب في الناس وعيبين او ثلاثه في الدواء وثلاث عيوب في الدكاتره، انت معايا ولا لا؟ وعيب في الالات وعيب في التامين الصحي، هخليك التكلفه تزيد. فبالله عليكم السؤال ده في غايه الاهميه. المرض لما يقلب كرونيك، معظم الامراض دلوقتي بقت كرونيك، دايابيتس، هايبرتنشن، واحد يقول لي لا ده دواء الدايابيتس رخيص، غير الامراض الاكيوت اللي هي زي الانفلونزا
وتيفود ودايريه، بروح اصرف روشته ب 300 جنيه. ايوه بس الدوله بتقول لك ايه، انت بتروح تعالج المرض الاكوت مره واحده والسلام. انا كدوله لما نسبه الامراض الكرونيك في البلد تزيد، مطالبه كدوله ان انا افضل اوفر لك ادويه للديابيتس والهايبرتنشن مدى الحياه. يا رب تكون فاهم السؤال. عشان كده اول سؤال، اول ايتم، بص اكتب لي عليه المرض changing في الباترن اوف ذا ديزيز. انا عايزك تكتب الكلمه زي ما الناس دي كاتبه، بالله عليك، changing في الباترن اوف ذا ديزيز توورد الكرونيك إلنس. يوم ما تتوه المهم الكلمه دي، ان المرض تشينج في الباترن يعني تغيير في نظام المرض، لا تجاه مين؟ الكرونيك ايه؟ إلنس. رقم اتنين، بص الكلمه دي، لما عدد الناس يزيد واللايف اكسبكتنسي، طب ما انا كدوله مطالبه، انا لسه قايل لكم يعني ايه لايف اكسبكتنسي، اللي هو عدد، اللي هو ايه؟ عدد السنين الناس بتعيش. يعني الناس بدل ما كانت بتموت على 60 بقى بتموت على 70 و80. مين اللي مطالب ان يوفر خدمات صحيه لكل الناس دي؟ يبقى رقم اتنين اكتب على الجمله، رقم ثلاثه احنا قلنا مين؟ المرض اللي هو changing في الباترن اوف ذا ديزيز. اكتب على الاولى الناس، aging of population، وكلمه aging يعني old age and increase life of life expectancy. يبقى عدد الناس لما يزيد، طب ما دي تكلفه على الدوله، لان الدوله مطالبه ان هي توفر خدمات صحيه لكل الايه؟ الناس. طب بالنسبه للدواء، اول حاجه increase الديماندز والنيدز. اكتب كده اللي هي الجمله الثانيه، الديماندز ومين؟ احتياجات الناس ما بتخلصش، صح ولا انا غلطان؟ تمام. وفي نفس الوقت higher cost of drugs and supplies. اكتب عليها اللي هي الجمله رقم 6، اسعار المواد الخام. يعني الدراجز والسبلايز اسعار المواد الخام بتاعتها ايه؟ زائد. طب اسالكم سؤال يا جماعه، هو مين احسن، الوقائي ولا العلاجي؟ لا، اللي ما بيكلفش الدوله الوقائي. يعني انا لما انزل مثلا هنزل للناس هيلث اديوكيشن عشان ما ينزلوش الترعه، ده ما كلفش الدوله حاجه، لكن الناس تنزل الترعه ومطالبه الدوله بان يتوفر علاجات للبلهارسيا، يبقى دوت يكلفها اكتر. عشان كده كاتب ايه؟ بصوا كده، كاتب lack of preventive medicine، يعني نقص الطب الوقائي فين؟ والهيلث بروموشن بروجرام في البلد، انا اعتبرتها تبع الدوله. يبقى تاني ثلاثه هم المرض، اكتبها كده في ظهر الورقه، بالله عليك، المرض بقى كرونيك إلنس، الامراض الكرونيك اكتر. اثنين، الدوله الناس aging of population and increase life expectancy. بص الخدمة الطبية اكتبها كده، أول ثلاث جمل increasing rising يعني increasing the demands والneeds، يعني the demands والneeds ما بتخلصش. رقم اتنين higher cost of drugs and supplies، تكلفة المواد الخام زادت. رقم ثلاثة lack of preventive medicine and health promotion program، يعني الطب الوقائي يعتبر قليل في البلد، فدي مخلي التكلفه في البلد في على الدوله ايه؟ عاليه. في مين هنا؟ دكاتره والات. الدكاتره ثلاث عيوب، شفت بقى؟ يعني قصده ايه؟ الدكاتره اللي شغالين عندي مشكلتهم ايه؟ مستخسر فيك ال 200 جنيه اللي بيديهم لك، هاير ويجز وسالري، يبقى دي بتخص الدكاتره اللي هو الاجور والمرتبات عاليه. وايه كمان؟ شفت الكلمه دي؟ قال لك ان ادكويت هيلث مانجمنت سيستم، يعني نقص الاداره، دي برضو اكتب عليها الدكاتره. ان ادكويت هيلث مانجمنت يعني مفيش بلاننج، مفيش سوبرفيجن، مفيش ايفالويشن، فالاخطاء بتزيد. انت فاهم حاجه؟ يبقى الدكاتره هاير ويجز وسالر، ان ادكويت هيلث مانجمنت، وايه كمان؟ ولاك بص الكلمه دي، اوف كوست كونشوس بيهيفير. عارف يعني ايه الكوست كونشوس؟ باي بروفايدرز، اللي هو الوعي في الانفاق، كانها افشنسي. يعني ايه؟ شفت لما تيجي تهمل المواد الخام وتقول يا عم دي فلوس حكومه، مفيش وعي، كوست كونشوس بيهيفير، مش عارف يستغل الموارد على اكمل وجه. فاهمني ولا ايه؟ في مشاكل؟ طب والالات؟ طب استنى عشان ما تقولش مني. يبقى مصنع الدواء، قلنا بالله عليك مصنع الدواء اول حاجه المرض ده ايه؟ هو المصنع ده بيطلع ايه؟ بيطلع دواء او خدمه طبيه لمين؟ للناس، عشان يعالج مين؟ المرض. الامراض بتاعت ايه؟ على فكره السؤال اللي جاي تافه، قولوا ليه؟ لانه هيعكس الكلام دوت. فاهمني ولا لا؟ يبقى المرض بقى كرونيك، والناس ايجنج وانكريز اللايف ايه؟ اكسبكتنسي. طب والخدمه الطبيه؟ قال لك لا، الخدمه الطبيه انكريز الديماندز والنيدز، هاير كوست اند ايه؟ سالري. انت معايا ولا لا؟ اند لاك اوف مين يا جماعه؟ بريفنت مين؟ ميدز. خلاص رجع الدكتور بعد كده بالنسبه للدكاتره، راح ثلاث جمل في الدكاتره، هاير ويجز وسالري، يعني الاجور والمرتبات مالها؟ عاليه، هو حاسس ان كده عشان كده التكلفه بتزيد. في نفس الوقت لاك اوف كوست كونشوس بيهيفير، يعني ايه كوست كونشوس؟ اللي هو الوعي في الافراط، وين ادكويت ها مانج او هيلث مانجمنت سيستم. يبقى دول ثلاثه بالخدمه الطبيه وثلاثه للدكاتره، ادي سته، واثنين ثمانيه.
فاضل الالات 9 والتامين الصحي. بص انت الالات كاتب ايه؟ ادفانسز ان ميديكال تكنولوجي اند هايلي سوفيستيكيتد اكويبمنتس، يعني كل شويه ينزلوا سي تي، ينزلوا ام ار اي، في تقدم. فالدوله بتشتكي بتقول لك ان التقدم ده انا لازم اواكبه، فادام لازم اواكب هذا التقدم فبالتالي التكلفه على الدوله بتقل يا جماعه، بتزيد. فهمت قصدي ولا لا؟ يبقى ادفانسز ان ميديكال تكنولوجي. الجمله بتاعت التامين الصحي مش عجباني، اكتب كده هيلث انشورنس اللي هي الجمله رقم 9، اكتبها بالله عليك زي ما هكتبها لك، ان الهيلث انشورنس هاز ميني ديفكت، التامين الصحي مليان ديفكتات، يعني ممكن الناس تروح تاخد ادويه من التامين الصحي وهما مش عيانين والكلام ده، فدي كتكلفه على الدوله بتزيد. هبوس ايدك في ظهر الورقه هتكتب كده ادي المصنع، المصنع ده بيطلع خدمه طبيه او دواء، يبقى فيه كام جمله؟ 3، اللي هو انكريز الديماندز والنيدز، لاك اوف بريفنتيف ميديسن، هاي كوست اوف دراجز اند سبلايز. تمام، المرض قلب ايه؟ كرونيك، يبقى تشينج في الباترن اوف ذا ديزيز توورد الكرونيك إلنس. الناس ايجينج اوف بوبيوليشن اند لايف مين اكسبكتنسي. في دكاتره لهم 3 عيوب، هاير ويجز وسالري، صح ولا لا؟ وفي نفس الوقت غير اللي هو مين؟ لاك اوف كوست كونشس بيهيفير، الوعي في الانفاق، وان اديكويت هيلث مانجمنت سيستم. اما الالات هي ادفانسز ان ميديكال تكنولوجي والتامين الصحي. ليه بقى؟ عشان هنعكس. يعني بص جمله التامين الصحي، فين التامين الصحي؟ بص هيجي يقول لك هنا الهيلث انشورنس، انت عندك 10 جمل صح ولا لا؟ تمام، هنرتبهم ازاي يا دكتوره عشان بس الامور تبقى ماشيه مظبوط. طيب دلوقتي احنا كنا قلنا اللهم صل على سيدنا محمد هيلث انشورنس سيستم ريفورم، يبقى انا عملت اصلاح في التامين الصحي، يبقى انا كده عكست جمله مين؟ جمله الهيلث انشورنس. طب اسالك سؤال، الدكاتره انا هعتبرهم، احنا كنا قلنا الدكاتره ايه عيوبها؟ هو كلمه كوست كونتينمنت يعني ايه؟ ازاي نقلل ريديوس الريت اوف جروس اوف الاكسبندتشر اللي هو الانفاق، ازاي نقلل التكلفه؟ اكتبها كده ريت اوف جروس اوف اكسبندتشر اللي هو التكلفه، ازاي نقلل الانفاق على الخدمات الطبيه؟ هيبقى في 4 حاجات على المين؟ على الدكاتره. ادي 1 2، فاهمني ولا لا؟ ايكونومي وايز بيهيفير معايا ولا ايه؟ اند هيلث مانجمنت، يبقى الجمله الاولى والثانيه والسادسه ومين؟ والتاسعه. ليه بقى؟ مش انت قلت لي الدكاتره اول حاجه كان في 3 عيوب اللي هو اكيد مش هنقلل المرتبات، بس كان في هاير ويجز وسالري ولاك اوف كوست كونشوس بيهيفير وين اديكويت مانجمنت. بقول لك ايه؟ اعتبرهم 2 مانجمنت. بص افكتيف مانجمنت اند مانجرال كاباسيتي زي ما قلناها قبل كده في الهيلث سيكتور ريفورم، ان انا ازود قدرتهم على مين؟ على الاداره. والجمله الثالثه بتقول ايه؟ انكريز الهيلث مانجمنت انفورميشن سيستم، كاني عكست دي. يبقى 2 اداره، افكتيف مانجمنت اند مانجرال كاباسيتي وافكت هيلث ايه؟ مانجمنت. واعمل ايه للدكاتره برضو؟ مان باور سبورت، يعني اديهم هايرنج وسالاريز. واحد يقول لي طب المرتبات عاليه اهي، بس معلش لما اعمل لهم تدعيم ويشتغلوا ويبقى في اداره محترمه، طب يعني ايه ايكونومي وايز بيهيفير؟ هي دي بقى الوعي في الانفاق، كانه بيعكس جمله ايه؟ جمله ايه؟ اللي هو لاك اوف كوست كونشوس بيهيفير. فاكر نقص الوعي في الانفاق؟ هنا ايكونومي وايز، حكمه، ايكونومي وعي في الانفاق. معايا ولا لا؟ يبقى كده كام جمله على الدكاتره؟ 4، او اقول لك اعتبرهم كده 2 دكاتره و2 مانجمنت، بس انت عارف ان الاربعه بيخصوا الدكاتره. افكتيف مانجمنت اند مانجرال كاباسيتي، يبقى دي اول جمله، ويوزنج هيلث مانجمنت انفورميشن سيستم، ومان باور سبورت، وايه يا جماعه؟ والايكونومي وايز بيهيفير. طب وبعدين التامين الصحي قلنا نعمل له ايه؟ ريفورم. بص لي و2 على الالات، راشوناليزد انفستيجيت، وكلمه راشوناليزد يوز ترشيد الاستهلاك، مش اي حد يستخدم انفستيجيشن سي تي وام ار اي، مش اي حد يستخدم اكسبنسيف تكنولوجي، مش اي حد ياخد دواء، راشوناليزد يوز، كانه بيعكس برضه لقطه التامين الصحي بس احنا اعتبرناها تبع ايه؟ الالات. واستخدم الالات ايفيدنس بيزد نيو تكنولوجي، انا استخدم الاله اللي الدليل قال، فاكر الايفيدنس بيزد ميديسن اللي الدليل قال ان هي بيست، بغض النظر هي اغلى ولا لا، استخدم اللي توصل للهدف، ايفيدنس بيزد نيو ايه؟ تكنولوجي. يبقى دول 2 على الالات، وقلت لكم لازم انفذ الطب الوقائي اللي هو ايه؟ اكسباندنج وسترينث للبرايمري هيلث كير سيستم، صح ولا لا؟ يعني اكتف امبلمنتيشن اوف مين يا جماعه؟ بابليك هيلث، الصحه العامه والطب الوقائي لازم.
واخر حاجه زود مصانع الادويه المحليه اللي خدناها برضو في الاوبجكتيفز بتاعت الهيلث سيكتور ريفورم ناشونال مودرن فارماسيوتيكال اندستري. نعكسهم ازاي يا دكتوره؟ ابوس ايديك. انت فهمت طبعا السؤال الاولاني، طب ازاي بقى نقلل التكلفه؟ قال لك نقلل التكلفه عن طريق ايه يا جماعه؟ بالله عليكم تصحصحوا معايا كده عشان الامور تبقى ماشيه مظبوط. قال لي نقلل التكلفه عن طريق ايه؟ نقلل التكلفه هيبقى فيه 4 على الدكاتره و2 على الالات وواحد على التامين الصحي و2 على الطب الوقائي وواحد على مصانع الادويه. يبقى ترتبهم ازاي؟ 4 بص 4 دكاتره وواحده تامين صحي و2 الات و2 طب وقائي ومصنع الادويه، ادي 5 5. الدكاتره قلنا افكتيف مانجمنت اند مانجرال كاباسيتي، وفي نفس الوقت يوز اوف هيلث مانجمنت انفورميشن سيستم، وقلنا مان باور سبورت ندعم الدكاتره، صح ولا لا؟ اللي هي هايرنج وكواليفيكيشن وسالاريز، وفي نفس الوقت ايه يا جماعه؟ بالنسبه للدكاتره اللي هو الايكونومي رقم 9 وايز بيهيفير. ارسم السكيما دي ورايا معايا ولا لا؟ دكتورز وبيشنتس اول بيبيوليشن افكتيف مانجمنت يوز اوف هيلث انفورميشن مان باور سبورت ايكونومي وايز بيهيفير ها هيلث انشورنس ريفورم و2 على الالات. قلنا الالات يبقى راشونالايزد يوز، عدل الكلمه خلاها راشونالايزد يوز اوف انفستيجيشن وهايلي اكسبنسيف تكنولوجي اند يوزنج اوف ايفيدنس بيزد تكنولوجي نوت نيسيسري كوستلي وان. بالنسبه للطب الوقائي ان انا اكسباند وسترنس يعني اطور رقم 3 البرايمري هيلث كير سيستم وانفذ البابليك هيلث او البريفنتيف ميديسن، واخر حاجه اللي هي راشونالايزد يوز او ناشونال مودرن فارماسيوتيكال اندستري اللي هي مصانع الادويه عشان يبقى شيبر دراجز وماشين. اتمنى من الله ان الايكونومي يكون ظبطه لك. الفيديو ده يتذكر تمام لحد ما بكره باذن الله هناخد الاوديت والاكريديتيشن، وعشان خاطر ربنا هطلب منك مع الفيديو ده تذاكر لي اول جزء في المذكره الاولانيه خالص اللي هو اللي كان بيتكلم عن الهيلث كير سيستم لحد سؤال الهيلث سيكتور ريفورم.